وصل مسلسل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز إلى آخر حلقاته بعد اتفاقه بصفة رسمية على الانتقال إلى برشلونة لخمس سنوات كاملة قادما إليها من ليفربول. وينتظر أن يوقع مهاجم منتخب الأوروغواي على عقده الجديد ويجتاز الفحص الطبي بداية الأسبوع المقبل، كما كشفت عنه وسائل الإعلام الإسبانية الجمعة. الصحافة الإسبانية أكدت أن قيمة الصفقة بلغت 81 مليون أورو بعد أن أصرت إدارة البارسا على استقدامه لتعويض رحيل أليكسيس سانشيز نحو أرسنال. للتذكير، فإن سواريز سيغيب عن المباريات الأولى للبارسا خلال الموسم الجديد بسبب العقوبة التي أصدرتها الفيفا في حقه بأربعة أشهر وتسع مباريات بعد عرضه المدافع الإيطالي جيورجو كيليني في كأس العالم.